السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. النهاردة نكلم حضراتكم عن فوائد عصير قصب السكر للأملاح، وده حسب ما أكدته الأبحاث العلمية الأخيرة. كيف يعالج عصير قصب السكر الأملاح في جسم الإنسان والأمراض الأخرى؟ الأبحاث العلمية أكدت على فوائد شرب عصير قصب السكر، وأنه قادر بصورة كبيرة وفعالة في علاج بعض الأمراض اللي تصيب الإنسان، ولكن أهمها هو طرد بعض الحصوات الملحية واللي بتتكون على الكلى، كما أن عصير قصب السكر قادر أيضا عند تناوله بصورة مستمرة على تطهير المجرى البولي وعلاج المشاكل البولية وخفض ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم. هل شرب عصير قصب السكر يعالج الأملاح بصورة آمنة؟ يعتبر عصير قصب السكر من المصادر الآمنة في علاج الأملاح اللي بترتفع في الجسم، ونظرا لمواجهة بعض الأجسام صعوبة في طرد العرق الملحي مما يؤدي في النهاية إلى تكوين بعض الحصوات وحدوث التهابات للكلى والمسالك البولية، فعصير القصب يعالج هذه المشاكل بصورة سريعة ويساعد الجسم على التعرق وطرد الأملاح مع العرق للخارج. طيب، لماذا احتل قصب السكر مكانة كبيرة في علاج الأملاح والأمراض؟ تناول عصير قصب السكر استطاع في عدة تجارب أجريت على بعض الأشخاص من مد أجسامهم بالعديد من الفوائد الغذائية، إضافة إلى الفوائد العلاجية كطرد الأملاح من الجسم وغيرها. المعادن التي يحصل عليها الجسم من تناول عصير قصب السكر، أكدت الأبحاث أن شرب عصير قصب السكر قد يمد الجسم بالعديد من المعادن اللازمة لصحة الإنسان، ويحتوي قصب السكر على فيتامينات ومعادن أكثر من السكر المكرر نفسه، والتي تتلخص في التالي: حديد، مغنيسيوم، فيتامين B1 والريبوفلافين. ده كان موضوعنا النهاردة، تكلمنا مع حضراتكم عن فوائد عصير قصب السكر للأملاح. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.